مش عارفين نعيش. الزبالة والدخانة بتيجي علينا معايا اطفال. الناس الغلابة اللي يحسوا بيها تحسوا بالمنطقة فيها عايزة مية، عايزة نور، عايزة مدارس، عايزة كل حاجة كويسة. عايزين نعيش زي البني آدمين. كفاية ظلم، كفاية ظلم. ولا مدرسة ولا مستشفى، يعني عشان يطلعوا المدرسة بيطلعوا على شارع الهرم، مستشفى يروحوا الجيزة. عدم وجود تعليم مناسب ده بيخلق ان مفيش ناس عندها قدره انها توجد حلول، قدره انها تعمل افكار جديده تقوم الاقتصاد بتاع بلدها. وهو ده اللي احنا شفناه في مصر على مدار السنين اللي فاتت، وهو ده اللي احنا بنحاول ان احنا نعالجه من خلال المشروع ده. بنعلمهم الكلام ده مش بالورقه والقلم، بنعلمهم الكلام ده من خلال الفن، الفنون زي الرسم والفخار، الرياضه. بنعلمهم الكلام ده من خلال ان هو يعبر عن نفسه ويعبر عن رايه، من خلال ان هو بيقول خطب وبرزنتيشنز قدام زمايله وقدام الناس كلها.